ده بيستخدم في نقل القمح من مكان لمكان داخل المطحن، من اول النقره اللي هي اول حاجه المطحن بيستقبل بيها القمح. ده منخل استقبال بيستقبل القمح، بيفصله عن لو في زلط، لو في اي شوائب يفصلها ويطلع لنا حبوب القمح السليمه. ده السلندر اللي بيطحن وبيحول القمح للدقيق عن طريق انه بيطحن حبات القمح بيدشها كامله، فبتنزل مطحونه كلها، بتتنقل للمناخل بتنخل عشان تفصل الرده عن السميد عن الدقيق، يخرج دقيق استخراج 72 زي ما بيستخدم في الفران بقى، مخبوزات بسكوت. بعد ما القمح بيتطحن وبيتحول لدقيق بيعدي على معمل ريولوجي اللي هو اختبار سلوك العجين. بعد ما بيتم اختبار سلوك العجين بنتطلع تحاليل بمواصفات الدقيق اللي في ايدينا دوت، بنبتدي نبني عليه معالجات، بنضيف له مواد محسنه مش كيماويه، انزيمات. كل انزيم مخصص داخل يتعامل مع حاجه معينه في التركيبه الكيميائيه بتاعه الدقيق دوت عشان نوصل لمستوى جوده معين. منتجات القمح زي الدقيق بمنتجاته المختلفه، سواء كان دقيق للحلويات او دقيق للعيش او دقيق للبسكوت او واتيفر. فعشان تبقى عارف وانت بتستورد كمصنع او كمستورد جودة الحبوب اللي انت بتستوردها دي مطابقة للمواصفة ولا لا، لازم تمر على التحاليل دي. التحاليل دي ما بتكلفكش اي حاجة غير سعر الجهاز. ده حضرتك جهاز اسمه ماستر بوب. الجهاز دوت نقدر نعرف منه مستوى القمح اللي موجود جوه اي صومعة. المعروف ان الصوامع في مصر بتبقى احجامها كبيرة جدا، وعشان نقدر نعرف قد ايه مستوى القمح اللي موجود جوه في كذا طريقة للقياس. في طرق يدوية موجودة بتبقى موجودة، الناس بتدلدل يعني زي حبل وتعرف الكمية الموجودة قد ايه. الجهاز دوت هو ترجم الطريقة المانيوال دي لطريقة اوتوماتيك، ان هو فيه موتور جوه. الموتور ده اول ما بدي اشارة ان انا عايز اقيس كمية القمح بيبدأ ينزل التقل دوت لغاية تحت. اول ما بيوصل لمستوى القمح بيحس ان هو وصل له بالصدمة، بيرجع تاني لفوق. في عداد بيعد ونزل مسافه قد ايه وطلع مسافه قد ايه، وبناء عليه على سوفت وير عندي بقدر اقيس المسافه اللي باقيه من الصومعه، بطرحها من مسافه الصومعه الكليه بقدر اعرف كميه القمح اللي موجوده، ومن ثم بقدر اعرف الوزن بتاعها قد ايه. هو الجهاز ده صناعه امريكي. المكنه ديت بتعبي دقيق من اول ربع كيلو لحد كيلو. التعبئه بتتم في الجزء اللي فوق دوت، تمام، بينزل في الكيس. المكنه دي انتاجيتها من 28 ل 30 كيس في الدقيقه.